entreprise arabe Contractor cherche toujours à développer et adapter les dernières technologies mondiales. Cela nécessite une compétence technique exceptionnelle, une main-d'œuvre et des spécifications standardisées, ainsi qu'une formation de premier ordre. La vision globale de l'entreprise a toujours été d'investir dans les gens, avec le centre de formation aux professions mécaniques et électriques à Chubra incarnant cet investissement. المركز هنا بتدريب عمالة الشركة، رفع كفاءتهم، اختبارهم، تحسين مستواهم التدريبي من جانب النظر وجانب العملي. الدورات بتغطي الجدارات المطلوبة لكل معنى. الجدارات عبارة عن مهارات ومعارف بياخدها المتدرب خلال البرنامج التدريبي. بعد انتهاء البرنامج التدريبي فترة من 3 إلى 6 شهور بيتم قياس الأثر التدريبي للبرنامج التدريبي ده بعد 6 شهور. Le centre contient 3 ateliers principaux: atelier de mécanique, atelier de dialyse et de réfrigération et atelier d'électricité. L'entreprise met un fort accent sur l'importance de l'éducation technique. Ainsi, en 2016, une collaboration a été lancée avec le ministère de l'Éducation, conduisant à la création de l'école de contracting arabe pour l'éducation duale. نظام التعليم مش دوت اللي هو يقعد 3 سنين مع بعض هنا. ما بتبدأش السنة بانتهاء الدراسة، لا، بتستمر السنة كاملة. أول سنة بياخد جزء الحام وبرادة، سنة تانية بياخد جزء محركات وأدرولك، سنة تالتة بياخد جزء كهرباء. بعد نعد السنين 3 سنين بيبدأوا يشتغلوا في الشركة، بنأهلهم للعمل في الشركة. يبدأ يوم الدراسة الساعة 8 هنا، بخش المدرسة، بنبتدي الطابور، بنخلص الساعة 8:30. الحصص الدراسية بتبتدي من 8:30 ل10:30، بناخد من 10:30 ل11 بريك. أنا هنا باجي أقابل صحابي وأقعد معاهم، وبنلعب مع بعض في وقت البريك وبنمارس أنشطة. الوقت دوت أصلا أنا ما بعملوش مع إخواتي في البيت، وبندخل الورش في التدريب الصيفي وبنتعرف على عمال جداد وباشمهندسين برضه جداد في الورش. في سنة 2023 تم تخريج 5 دفعات، وتم تعيينهم في إدارات ورش العمارات وإدارة الأساسات في الشركة وإدارة تأجير المعدات، وبيقوموا بالمهام المطلوبة منهم على أكمل وجه. هنا مدرسة عدد الطلاب قليلين، المدرسة عندنا بتهتم بالعملي والنظري. ننزل تدريب صيفي في فترة الصيف من شهر 6 لشهر 9. لما بيتخرج الطالب بياخد شهادتين، شهادة من وزارة التربية والتعليم إن هو خلاص حصل على شهادة التعليم، وكذلك بياخد شهادة خبرة من الشركة عندنا بإن هو يقدر يمارس المهنة كصيانة وإصلاح معدات تقيلة في أي مكان، يقدر يشتغل بيها خارج الشركة وداخل الشركة. حابب اتخرج ان شاء الله واكمل هندسه. في طلبه تانية بتكمل كليه هندسه، يعني في طلبه بتخش كليه هندسه، النظام التدريب يتيح ان هي تدخل كليه هندسه باذن الله. انا هدفي ان انا من ساعه انا دخلت المدرسه عشان عاوز اخش مهندس، ابقى مهندس ميكانيكي. حابب ان اكون هندسه وابقى مهندس ان شاء الله. ان شاء الله حابب ان انا ادخل هندسه، بس انا هغير المجال ان شاء الله واخش اي تي.